كنت أول يعني أنا حامل. تمام. فأول حمل حلمت إن في أمرين في السماء. حلمت أول حاجة يعني عاطفة وكده. فبقيت في السرديك وكده فبص في السماء. فتح الدايرة كده في السماء الغيم. فلقيت بصيت لقيت هلالين. لقيتي إيه؟ هلال. هلال. تمام. هلالين في دايرة واحدة في أول الشهر. بسم الله ما شاء الله. بعد كده راح قفلت فبنادى على جوزي بقول له تعالى شوف بص على الهلال بص على الهلال. هو ما جاش بصراحة فأنا كنت فرحانة بيهم جدا. فبعد كده راح قفلت السما وراح فتح دايرة ثاني بقوا قمرين. أنت حامل في توأم يا مرادينا. أنا حامل في توأم بصراحة. أنا لسه بقول لك يا مرادينا هي الرؤية مفسرة نفسها يا حبيبتي. أنت حامل وغالبا ولدين والله أعلم. بس أنا والله كشفت وقال الدكتور يعني احكي لها البنتين. لا هما ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ولدين بنتين يعني ده رزق من عند رب العالمين وربنا يعينك عليه اهم حاجة. الحمد لله. قررت معايا تاني شفتهم ان هما في السماء. تمام. قمرين بس نص القمر مش كامل يعني نص القمر. نص القمر؟ وبيلفوا هما الاثنين في اتجاه عقارب الساعة. تمام تمام شكرا شكرا يا مرادين هفسر لك بقية الحلم. شكرا. ده هي حلمت باللي في بطنها هما بنتين ولدين. العلم عند ربنا سبحانه وتعالى هو رزق ورزق حلو قوي وان شاء الله هما منزلتهم حلوه بامر الله. منزلتهم من منزله القمر اللي شافته في السماء ومنزلتهم عاليه بامر الله. ويا ريت يعني لو يعني ما تخبرش حد بالرؤيه دي لان هي حاجه حلوه قوي وجميله قوي ان شاء الله وربنا يرزقها برهم ويرزقها كده ان شاء الله يكونوا صالحين. لان يعني هنقول ان الرؤيه الصالحه بتتحسد زيها زي اي حاجه حلوه في الدنيا فهي المفروض تحتفظ بالرؤيه الحلوه الجميله دي وما تقولهاش لحد وربنا يرزقها ان شاء الله الخير ويديها بالرهم ان شاء الله.